السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية إبرة الخيط في المنام بالمرأة أو الزوجة لوجود ثقب فيها، وإدخال خيط بالإبرة في الحلم بشارة بالزواج وعقد النكاح، فيما واخذ إبرة الخياطة في المنام يدل على التعرض للطعن والغدر من الآخرين. أما رؤية إبرة الخياطة في الفراش في المنام فتدل على الأولاد والإنجاب لمن ليس لديه أطفال، من رأى إبرة خياطة كثيرة مغرودة في الفراش في الحلم فهذا يدل على كثرة النسل، فيما رؤية إبرة الخياطة في اليد في المنام فتدل على الزيادة في القوة والظفر بالأعداء. أما وضع الخيط في إبرة الخياطة في المنام فدليل على عقد القران والزواج القريب إن شاء الله، فيما كسر إبرة الخياطة في المنام يدل على التفرقة والتشتت، ومن رأى إبرة الخيط تنكسر وهو يخيط في الحلم فإن شأنه يتفرق ويفسد أمره والله أعلم. أما شراء إبرة الخياطة في المنام فيدل على ستر حال الرائي، فيما رؤية خياطة الملابس بإبرة الخيط في المنام يدل على إصلاح الأمور في الدنيا والدين. أما رؤية إبرة الخيط في المنام للرجل فتدل على زوجته وأحوالها، وقد تدل هذه الرؤية على الجماع بعد طول غياب، وإذا رأى الرجل أنه تعرض لوخزة من إبرة الخياطة في الحلم فهذا يدل على التعب والشقاء في حياته، فيما رؤية إبرة الخيط في المنام للعزباء فيدل على زوال الهموم والأنكاد التي تعيشها في حياتها. أما رؤية إبرة الخيط في المنام للمتزوجة فدليل على صلاح أولادها وعائلتها. أما رؤية إبرة الخيط في المنام للحامل فيدل على صحة الجنين الذي في بطنها. أما رؤية إبرة الخيط في المنام للمطلقة فدليل على التخلص من العراقيل والمشاكل التي تعيشها الرائية في حياتها. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.